شكرا للفرقة الموسيقية. أما الآن مشاهدينا وصلنا معكم إلى لقاء متعلق في قوة الإطفاء العام اللي ما شاء الله عليهم دائما نشطين ولهم دور كبير في حفظ أرواح الناس. وحاليا قوة الإطفاء العام تقوم في حملات مكثفة، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب في اللواء خالد عبد الله فهد نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية. أهلا وسهلا فيك ومساءك خير. يا هلا دكتور، حياك الله. الله يحييك وشكرا لوجودك أكيد معنا. في البداية ودنا تكلمنا عن الحملة اللي قمتم فيها مؤخرا في سراديب السكن الاستثماري. حييك دكتورة وحيي المشاهدين. حقيقة احنا في قوة الإطفاء العام حملاتنا التفتيشية على مدار العام. بالنسبة للسراديب يعني خاصة احنا قاعدين نكشف ونطلع بشكل مستمر، يعني مو قبل أسبوع ولا قبل شهر ولا قبل سنة، يمكن سنوات كثيرة كنا قاعدين نشتغل. يمكن التركيز الحين صار في الفترة الأخيرة هذه لأن كانوا ويانا أخواننا في البلدية الكويت تعاونوا ويانا، بالتالي كان شوي تأثير أكثر يعني في الإعلام والسوشيال ميديا. ولكن احنا يعني شغالين على يعني على التخزين في السراديب. يمكن لحد الآن يعني من بداية السنة للحين يعني عدينا يمكن أكثر من 100 سرداب تم إغلاقه. ويعني ما أخفيك يعني المخاطر الكبيرة اللي ممكن تواجهنا لو صار حريق في هذا السرداب. يمكن الحرائق السراديب بالذات تختلف عن غيرها من الحرائق، لأن لما نروح مثلا حريق في مجمع تجاري ولا مبنى صناعي احنا قاعدين نتكلم عن منشأة قاعدة تمارس نشاط ومتخذين احتياطاتنا الوقائية اللازمة فيها. لكن لما نروح سكن والسرداب في بناية سكنية، هذه مو مخصص للتخزين التجاري. يعني السراديب هذه مخصصة اما تكون مواقف سيارات او يعني خدمات سكان العمارة. فبالتالي المعدات اللي موجودة في هذا المكان ما هي معدات يعني تتناسب مع هذا التخزين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المبنى هذا يقطنه يعني اطفال، يقطنه كبار سن، يقطنه عوائل، بالتالي لو يصير حريق راح يواجهون يعني خطر كبير على حياتهم وعلى ممتلكاتهم، ناهيك عن الآثار اللي راح تترتب على هذا الحريق من يعني قطع تيار كهرباء، إخلاءهم. أحيانا يصير الحريق الساعة 1-2 بالليل، تخيلي هالأطفال والعوائل والكبار السن قاعدين بالشارع، لأن احنا مضطرين ان احنا نخليهم عشان نقدر نكافح الحريق من ناحية، وفي نفس الوقت يعني نحافظ على أرواحهم. بالتالي العملية يعني مو بس حريق ومخالفة، احنا نتكلم أيضا عن حالة إنسانية أضرارها كبيرة على المتواجدين فيها. دائما ما يتم عندكم أكيد حملات طوال العام، ولكن هذه المرة تم التركيز على مثل ما قلنا على السراديب، حملة مدشنة للسراديب في الأماكن اللي هي البنايات خلينا نقول الاستثمارية بالتعاون مع البلدية مثل ما حضرتك تفضلت. إيش معنى اخترته هالمرة في هذه الحملة السراديب، ولا هو بالمجمل العام عندكم تركيزكم على أكثر من شيء؟ إحنا شو؟ احنا عندنا تعاون دائما مع جميع الجهات الحكوميه. احنا عندنا تعاون مع اخواننا في البلديه، عندنا تعاون مع اخواننا في البيئه، الصناعه، التجاره، القوى العامله، الاختمان كانت ويانا في اكثر من يعني موقع، الداخليه. يعني قاعدين طول السنه قاعدين نتعاون بحيث ان احنا نعالج ونحارب المخالفات اللي ممكن تأثر على أرواح الناس وممتلكاتهم. ولا شك أن الجهات الحكومية كلها تكمل بعض. احنا نرى الآن مع المشاهدين أكيد حملات التفتيش الخاصة في السراديب، إذا ممكن تعلق لي عليها. يعني احنا السراديب اللي اكتشفناه داخل السراديب أو اللي قاعدين نكتشفه كمخالفات، يعني كل شيء تتخيلينه ممكن راح تحصلين. تلقين مناجر، تلقين تنجيد، تلقين أقمشة، تلقين غازات، تلقين عطور، تلقين أدوية، كل شيء تحصلينه بالسراديب، خشب. وبالتالي أنت يعني لما يصير الحريق هذا، حتى احنا لما نروح نبي نتعامل مع هالحادث، إذا احنا ما عرفنا شنو الموقع هذا وشنو قاعد يخزن، ماذا يحتوي إيه؟ لأن احنا نحتاج يعني نستخدم مواد المكافحة المناسبة لهذه المادة.
وبالتالي ممكن يتسبب لنا أضرار. يعني احنا ممكن إذا كانت مواد كحولية واستخدمنا لها الماء ممكن هذا يؤدي إلى زيادة الاشتعال ممكن فبالتالي إذا احنا ما درينا شنو التخزين الخطر يصير أيضا علينا احنا وعلى أخواننا رجال الإطفاء اللي يكافحون هذا المكان. بس الحمد لله يعني احنا يعني من الحملة والتعاون بيننا وبين البلدية قدرنا يعني نزيل عدد كبير من المخالفات. ويعني يعني بهذا الجانب أنا ودي بعد أشير لنقطة مهمة. يعني احنا كثير قاعدين نواجه أحيانا البعض يقول احنا يعني وين نروح وين نخزن وين شو. احنا كقوة إطفاء اقترحنا ووضعنا مقترح أن تصير مناطق تخزينية في المحافظات مصقرة بحيث أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدل ما يروح مثلا منطقة بعيدة مثل مين عبد الله ولا الصليبية يعني ولا غيرها تكون في داخل البلد وبنفس الوقت تكون هذه المخازن منظمة وعليها إدارة سليمة ونقضي على مخالفات السرادي. احنا عندنا في الكويت اللي هي تتبع الشركات اكيد كاماكن تخزين اكيد منتشره في الكويت ولكن يمكن احنا نقول تكون حكوميه يعني تكون مدعومه بغض النظر مو شرط تكون حكوميه بس احنا قصدي نبيها تكون قريبه. يعني ليش الناس تخزن في مثلا في حولي والسالميه لانه يقول كان مشروع يعني مكان قريب مثلا عنده محلات ولا عنده انشطه داخل البلد فيقول أنا ما أبي أروح بعيد. فلو توفرت هذه وسط المحافظات بشكل منظم وبطريقة يعني مطورة أنا أعتقد راح تحل مشكلة كبيرة. إحنا أكيد ننقل هذه التوصية من خلال ما ترى أكيد من بلاغات عدة وتعاملكم أكيد بشكل مباشر مع المخالفين. شنو أكثر البلاغات اللي وصلتكم وإحنا تقريبا بعد خلينا نقول حاليا فترة الصيف وشنو يعني أكثر البلاغات اللي توصل لكم في هذه الفترة؟ احنا يعني بالاطفاء احنا سابقين البلاغات. احنا حاطين رقم بالويب سايت والانستغرام على اساس نتلقى اي شكاوي او اي بلاغات عن مخالفات. بس احنا حقيقه يعني مفتشيننا سابقين هذه فغالبا ما يجينا بلاغ اللي احنا اوريدي احنا كنا طالعين له ورايحين ومخالفين وماخذين اجراءاتنا. انا اعتقد ان احنا عندنا الكثير من المواقع اللي لا زالت يعني فيها مخالفات واحنا شغالين عليها وان شاء الله في مواقع كثيره خلصت وقضينا على مخالفاتها وصححناها. في مواقع لا زالت موجوده واحنا نعمل عليها ان شاء الله. يعني مثل نقعه الشملان عندنا في الشرق الصناعيه عندنا السكراب عندنا هذه المواقع لا زالت تشكل خطوره واحنا نعتقد ان هذه بتعاون الجهات الحكوميه مع قوه الاطفاء راح نستطيع يعني نقضي على هذه المخالفات في هذه الاماكن ان شاء الله. اكيد واحنا ودنا من خلال شاشه التلفزيون دوله الكويت ان احنا نرفع الوعي اكيد والالتزام لسلامتهم في بالتالي ودي اعرف عن توصياتك. ليش انا اقول لك كذي دكتوره؟ لان احنا قاعدين نواجه احيانا شغلات تنظيميه اكثر من مخالفات فرديه. يعني المخالفات الفرديه سهل ان احنا نتعامل وياها، واحد نخالفه ولا نسوي له غلق اداري وانتهى الموضوع. لكن احنا نتكلم عن تنظيم اكثر. يعني احنا ما نبي يعني نبي نعالج المشكله ككل وليس مشاكل فرديه. فان شاء الله ان احنا يعني خلال الايام القادمه نكون قادرين على الانتهاء من كل المواقع. ان شاء الله ان شاء الله. انا ودي اسمع من توصياتك اكيد بما ان مشاهدينا يتابعون توصياتك بشكل عام بما انك انت تلامس هذه الاحداث وهذه المواقف وهذه البلاغات توصياتك للعامه في شان هذا الامر. احنا نتكلم اذا بنسوي توصيه اول شيء حق اصحاب الاعمال احنا نوصيهم دائما بالحرص على التراخيص الاطفاء انها تكون مستوفيه، الحرص على صيانه المعدات الموجوده، الابتعاد عن المخالفات لان احنا يعني اي مخالفه راح نلقاها راح نتخذ فيها اجراء سريع وما راح يعني نتهاون فيها. بالنسبه للعامه والمواطنين احنا نوصيهم دائما بالحرص في مبانيهم او في سكنهم الخاص على اقتناء طفايه الحريق وكاشفات الدخان، الحرص على يعني عمل صيانه، عقد صيانه للمصاعد مع شركات معتمده، تمديدات الغاز انها تكون
مع شركات معتمدة. أنا ودي أتكلم أكيد وأخص مفتشينكم اللي أكيد أوجه لهم تحية عبر برنامجنا، وودي أتكلم أكيد لهم جولات كثيرة وعديدة، جولات تفتيشية وتكون بأوقات مختلفة سواء كانت الصبح والعصر وليل، متوفرين أكيد بكل الأوقات. شنو دورهم كمفتشين كمفتش ميداني؟ المفتش طبعا يعني صراحة أنت شايفة الأحوال الجوية والرطوبة والحر وكذا، ومع هذا تلقينهم صبح وعصر وليل وجميع الأوقات شغالين على أساس يقضون على المخالفات. يمكن حنا لغاية اليوم يعني من بداية السنة إلى اليوم عندنا ما يقارب 3000 مخالفة. القلق إداري وصل ما يقارب 300 قلق إداري لمحلات ومنشآت مخالفة. فالجهد كبير، غير طبعا لما اقول 3000 يعني ممكن تضربين 3 أضعافهم يعني مواقع تم انذارهم وصححوا وضعهم. فجهد كبير صراحه، والانشطه الموجوده تحية كبيرة لهم. احنا نشوف احدى الجولات الخاصه بالمفتش الميداني، وتبارك الرحمن موجودين ومنتشرين في كل مكان في كل الاوقات، عساهم على القوه يا رب في هذا الطقس الحار اكيد، وتعاملهم بشكل مباشر. احنا نعرف ان حضرتك ايضا شخص حازم في عملك واتخاذ القرارات، وموجود دائما مع هذه الجولات التفتيشيه بحرصك اكيد واهتمامك تكون موجود. وجودي أنا وجود أي قيادي مع فرق التفتيش هذا شيء أنا أعتقد مهم جدا لعدة أسباب. أول شيء تحفيز حق الموظفين لزيادة العطاء والعمل. رقم اثنين، نظرة القيادي أو المسؤول لما يطلع مع الفرقة أكيد له نظرة من واقع خبرة، فراح تكون يعني نوع من التدريب الميداني للمفتشين في الموقع. بالتالي يعني أي شيء نسويه إحنا هذا واجبنا، وأرواح الناس وحماية أرواح الناس وحماية ممتلكاتهم هذا الشيء أنا أعتقد مسؤولية كبيرة مناطة فينا، وإحنا إن شاء الله نكون قدها وحريصين عليها دائما إن شاء الله. وإحنا يعني نعزز في تلفزيون دولة الكويت أكيد دور القطاعات الحكومية في دولة الكويت، وأنا بأتكلم الآن عن دوركم وتعاونكم مع حملة البلدية في الكويت لإزالة التعديات على أملاك الدولة. كلمنا عن هذه الحملة. طبعا هذه الحملة يعني بإشراف بلدية الكويت لإزالة التعديات في المناطق خارج خط التنظيم اللي في الجهرة وفي الأحمدي وفي محافظة الجهرة ومحافظة الأحمدي والفروانية. الكثير صراحة من التعديات على أملاك الدولة، أقاموا منشآت أو أقاموا مواقع مخالفة، وبالتالي احنا يعني داعمين وساندين وفق المادة 15 من قانون 13/2020 لقوة الإطفاء اللي تنص على مساندة ودعم الجهات العسكرية والحكومية في أداء أعمالها، وبالتالي احنا قاعدين نقدم الدعم لهم. وفرنا يعني آليات ثقيلة وكرافات ونشوف الآن ومفتشين. حول هذا الفيديو للإزالة اللي تقومون فيها أكيد. نعم. وبالتالي احنا يعني احنا بالإطفاء دائما يعني نقدم دعم لجميع جهات الدولة متى ما أطلبوا ذلك. يعطيكم العافية وعساكم على القوة. أيضا ودي أتكلم وسلط الضوء على بعد حريق الخيام اللي حصل أكيد وتحذيراتكم، هل من إجراء طبقتوه فيما بعد؟ حاليا بالنسبة لسوق الخيام في فريق عمل يعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة السوق بالكامل. احنا مبدئيا وفرنا فرقة اطفاء متواجدة 24 ساعة في السوق بحيث انها تتعامل مع اي حادث اذا حصل مرة ثانية. انا اعتقد يعني فعلا السوق يعني يحتاج اعادة يعني بناء او نقل بالكامل، لانه يفتقر الى الكثير من المتطلبات السلامة. لذلك يعني أنا نشكر إخواننا بعد في البلدية على تعاونهم وحرصهم على إزالته بأسرع وقت. إحنا نشوف أكيد جهود قوة الإطفاء في إخماد هذا الحريق الكبير من خلال شاشتنا. أنا ودي تفضل يعني دكتورة يعني من خلال الفيلم هذا تشوفين الشبرات والكيرب. صحيح. يعني حتى شيء مو حضاري، يعني شيء ما هو صحي ولا هو حضاري ولا هو شيء يرقى إلى مستوى دولة الكويت من حيث يعني المباني المعمارية والإنشائية فأنا أعتقد يعني يفترض أن احنا الحين وصلنا مرحلة
ان هذه المباني الخفيفه لازم كلها تنزال وتبتدي تنبني على شكل يعني حديث تتوفر فيه اشتراطات السلامه، تكون من خلال يعني اسوار وطابوق مقاوم للحريق، وياخذ الشكل الجمالي. يعني انا اعتقد سوق صحيح. الخيام ممكن يتصمم بشكل هندسي صحيح. بحيث انه يكون يعني حتى مكان تسوق الواحد يروح يتمشى فيه، مو شرط بعد يروح يشتري، يكون فيه كافيهات، يكون فيه يعني بعض الأنشطة جميل كأنشطة وللتنزه، وكذلك يعني من ناحية يعني عمرانية لو تلاحظين كذلك. شو الشكل العام أصلا يعني أي حريق راح يصير راح ينتشر في كل هالمناطق هذه صحيح، خصوصا بغياب السلامة ومع شوية تيار هواء بس فيكون غير آمن أكيد المكان، وخصوصا أنه يعني هو مكان لتخزين أيضا الخيام ويمكن يحتوي على عدد كبير وزوار هذا المكان نشوفها قبل شوي كان قبل يعني الحريق والآن بعد الحريق تحول إلى رمال. مو بس يعني هو اللي قاعد يصير تصنيع تخزين عمال ينامون يعني كل ما في يعني ما في سور ينظم دخول وخروج الناس، ينظم دخول الآليات، ينظم دخول المواطنين، ما في فوهات حريق في الموقع بحيث انه لو صار شيء الانسان ممكن يستخدمهم. فالسوق بشكل عام غير منظم، غير مناسب من وجهة نظرك، ويجب إعادة تنظيمه وتصميمه باعتماد من مصممين أكيد بتصميم هندسي، كذلك يعني أنه يكون في الحماية والسلامة ويكون آمن أكثر، ويتحمل يمكن نشاط واحد هو بيع الخيام فقط، يعني ما يكون أيضا بالضبط سكن بالضبط للعمال حالياً والعمالة. يعني حاليا في يعني قاعدين نشتغل مع اخواننا في بلديه الكويت ويعني والجهات ذات العلاقه ان احنا يعني نعالج هالاوضاع اللي صارت ان شاء الله. من اكيد يعني من جهه عملك تستطيع انك تنتقد اكثر بشكل واضح لنا، من عبرت لنا عن طريق اللي هو سوق الخيام، الان ابي تقول لي عن اماكن اخرى ومناطق اخرى ممكن تكون غائبه عنها السلامه و حقيقة احنا راصدين احنا راصدين اكثر من موقع يعني اولهم مثلا نقعة الشملان هذه نقعة بحرية مساحتها صغيرة يتجمع فيها اللنجات بعدد كبير وشكل متلاصق هذه يعني لو صار حريق في أي لنج راح ينتقل إلى باقي هذا. وحنا حاليا يعني شغالين مع الأخوان في المؤسسة المواني على أساس تصحيح هذا الأوضاع. عندنا سوق شرق عقودها كلها منتهية من سنوات على اعتبارنا عليها إزالة. يعني إحنا حاليا قاعد نشتغل مع أخواننا في الصناعة بسرعة اتخاذ الإجراء إما الإزالة أو يعني تجديد التراخيص لحين يعني اتخاذ. عندنا السكراب، عندنا ميناء عبد الله قاعد تتوزع مصانع بدون بنية تحتية، بدون كهرباء، بدون يعني ماي. يعني في هذه الأمور إحنا دائما حريصين إن إحنا تكون يعني الأماكن هذه أماكن آمنة متوفرة فيها الاشتراطات، طرق ما فيها. يعني تخيلي يعني يصير حريق أحيانا إحنا كرجال أطفال ما نروح، تصير أزمة لوصولكم يعني إذا كان بالليل وظلام وكذي أحيانا ما تشوفين ما تدرين وين الموقع المحترق. ففي كذا موقع، ويعني وحنا يعني سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف لما كان وزير للداخلية يعني شكل لجنة برئاسة قوة الإطفاء بالتعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة أوضاع هذه الأماكن، وكل أماكن حنا شايفينها أنها تشكل خطورة خطورة حريق وخطورة على أرواح الناس. بما أننا إحنا نتكلم عن مقياس هذه الخطورة، متى تعتبر هذه المخالفات شديدة الخطورة؟ احنا بالنسبه لنا كاطفاء كل مخالفه انا اعتبرها شديده الخطوره. لو تكلمين عن باب طوارئ مقفول انا اعتبره شديد الخطوره، وسبق صارت عندنا وفيات، صار حريق الناس بتطلع وصلت للباب لقيته مقفول ما قدرت تفتحه بترد مره ثانيه اختنقت، هذا خطوره كبيره. تخزين هذا خطوره كبيره، معدات ما صارت لها الصيانه هذه خطوره كبيره. انا اعتقد في الاطفاء وفي السلامه
كل مخالفة تعتبر عندي خطورة كبيرة وجسيمة، وأنا يعني حريص أن احنا ما نتساهل فيها ويجب أن إزالتها بأسرع وقت. وأكيد يعني أن احنا نتكلم عن خطورة الحريق وخطورة أكيد الأرواح اللي ممكن تكون في هذا المكان وتسبب لها الضرر. أنا ودي أتكلم أيضا عن العنصر الرسائي اللي معاكم أكيد، وأوجه لهم أكيد تحية. هل من دورات جديدة تقيمونها أكيد للعنصر النسائي؟ إن شاء الله. أنا قبل أتكلم عن العنصر النسائي بس ودي أكمل على موضوع الخطورة. احنا المباني الحديثة يعني كلها تقريبا مستوفية اشتراطات السلامة، يعني علم الإطفاء علم متطور علم حديث، فكل فترة الثانية قاعد يتطور. عندنا المباني الحديثة ما فيها مشاكل، لكن عندنا المباني القديمة مثل المباركية، مباني المباركية ومباني هذه مباني قديمة تفتقر حق شروط السلامة الحديثة. بالتالي احنا الحين يعني نعمل على تحديث هذه المتطلبات في هذه المباني، ونتمنى يعني من ملاك الـ هذه المباني التعاون مع قوة الإطفاء لتوفير المتطلبات الحديثة، حرصا أولا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. بالنسبة للعنصر النسائي، العنصر النسائي مثل العنصر الرجالي قاعد تشتغلون ويا أخوانهم رجال الإطفاء في التفتيش وفي التراخيص، وقاعد يطلعون ويعني فعلا أضافوا يعني إضافة إيجابية على عمل رجال الإطفاء. يعني كنا نعاني في عدد من المواقع، هو طبعا احنا مو حاصرينهم بس في مواقع يعني الحريق ما راح يكون في لا 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 انا قصدي مو حاصرينهم بس والله صالون ولا نادي نسائي ولا صالات نسائيه، لا احنا هو قاعدين يقومون عملهم نفسهم نفس الرجال، ولكن احيانا احنا كرجال اساس تروحين تكشفين مثلا في ترخيص صالون ولا نادي صحي ولا كذا، انت مضطره واحده من الايام تجين قبل الدوام او بعد الدوام. وجود العنصر النسائي سهل علينا، صاروا يروحون باي وقت ممكن يدشون صحيح. ويكشفون ويرخصون كتفتيش قاعدين يطلعون، فيعني فعلا يعني استفدنا بوجودهم كثير. وبعدين المرأة يعني لها عقلية يعني ما شاء الله، يعني دائما تقدمون اقتراحات ويقدمون يعني آراء قاعدة تساعدنا في تطوير عملنا، وإحنا حريصين خاصة في الإطفاء أن مثل ما قلت كونا علم حديث، أن إحنا حريصين أن إحنا دائما نطور من خلال الحوادث اللي قاعدة تصير، نشوف شنو الحوادث وندرسها ونشوف شنو يعني السلبيات ونحاول نعالجها، نطور من خلال اقتراحات الموظفين، نطور من خلال المنظمات العالمية اللي قاعدة تحدث يعني مواصفات والكودات العالمية. بالتالي احنا قاعدين نختبس هذه المعلومات الحديثة. أيضا التصنيع وتصنيع معدات الإطفاء يعني بشكل دوري قاعد تطلع معدات حديثة كآليات ومعدات، فاحنا قاعدين نستفيد من هذه الصناعة الحديثة. يعني الحين كثير من المعدات ما كانت موجودة قبل، الحين توفرت صارت سهلة، فيعني ماشيين في التطوير، وهذا يعتبر من الأشياء الأساسية اللي احنا يعني قاعدين نخصص لها يعني زاوية مهمة من عملنا. عساكم على القوة دائما أكيد بكل الأدوار اللي والمهام اللي تقومون فيها أكيد، إن كان بحل الإشكاليات أو إن كانت أيضا في التطوير. أنا ودي أتكلم يعني صرتوا تشددون كثير على إصدار الرخص الخاصة بالإطفاء، شنو أهمية هذه الرخص؟ طبعا هي الرخصة هي شهادة بأن المكان مستوفي اشتراطات السلامة، فاحنا مو عند نتشدد، ولكن مثل ما قلت لك كل ما يعني يتطور العلم وكل ما نكتشف في بعض الملاحظات اللي ما كانت موجوده في السابق فاحنا قاعدين نحرص عليها. انا يهمني الحين لما يكون في مجمع ولا في غسيمه تتكون من عده محلات، السيستم او النظام الاطفاء الموجود هو نظام واحد يغطيهم كلهم. النظام هذا اذا كان مو شغال راح يكون تاثيره عليهم هم كلهم، وبالتالي لو اعطيناهم ترخيص والمبنى هذا مو مستوفي الشروط كان احنا نتحمل المسؤوليه او جانب من المسؤوليه في هذا الترخيص، فاحنا حريصين ان احنا ما نعطيهم الترخيص
إلا المبنى يكون مستوفي الشروط ومستوفي اشتراطات السلامة وجميع المعدات تعمل بشكل صحيح. احنا راح نستكمل معاك الحوار اكيد، ولكن راح نطلع على فاصل وارجع معاكم، اعود اواصل معاكم في الليله.